عناوين نشرة الليلة: الأمن في الداخلية وخارجها. الوضع الأمني متماسك والعمليات الثلاثة اللي صاروا فشلوا. هيئة التنسيق للساسة. وهل قيمين من السياسيين هم يمارسوا سياسة تفكيك الدولة وشرزمتها وتقسيمها لبناء داعشيات في هذا البلد؟ شعب غزة في مقابل ثلاثة مستوطنين. غنائم العراق في الرقة على وقع هزيم الرعود. لعنة القذافي تعتقل ساركوزي. دار دار، زنقة زنقة، فرد فرد. وفي الخاص: الثورة لم تصعد السلم الموسيقي. نحن فرسان لنا الخيل مهود. وفي النشرة: مسلسل الروح من اللحم الحي. نحن نصنع من اللا شيء شيء، على خصوص الخدع السينمائية والجرافيك أو إطلاق النار. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. الخير. أصيب البرلمان العراقي بعوارض التعطيل اللبنانية، فطار نصابه في الجلسة الثانية ولم يتمكن من أداء اليمين الدستورية أو انتخاب رئيس له، ولا من التوافق على اسم رئيس حكومة تواجهه مرحلة إعلان الخلافة الإسلامية. جلستهم أرجئت إلى 8 تموز، وجلستنا تعقد للمرة 8 غدا على المرارة عينها، ولم يضف إليها سوى مناشدة سمير جعجع النواب الحضور وعدم جعلنا ورقة في مهب العواصف الإقليمية. الرسالة المفتوحة لرئيس حزب القوات اللبنانية هي شكلا كمبادرة العماد ميشيل عون إلى الهلاك ولا تجاوب مع مضمونها. والمناشدة الوحيدة التي تأتي بفائدة على اللبنانيين هي أن يسحب ترشيحه ويفسح في المجال أمام خيارات أخرى يكون عون من ضمنها. فمن لم يفلح في 8 جلسات لن يربح الرئاسة بورقة حظ، لكن التنازلات حكمة مفقودة من جميع الأطراف. وسيبقى الفراغ حاكما إلا إذا سد بأمير من زمن الخلافة الزاحفة إلى المنطقة. ولاية الخلافة رزقت تسجيلا جديدا لأميرها أبو بكر البغدادي اليوم، والذي خيب آمال مريديه ولم يظهر بالصوت كما وعدت دولته، واكتفى بصوته الهاتف عبر مواقع الإلكترونية داعيا ناسه إلى الجهاد في شهر رمضان الفضيل واغتنام هذه الفرصة لنصرة دين الله. وتوعد البغدادي بالثأر ممن سماهم الحكام الخونة، وعدد ساحات الجهاد من الصين إلى الهند وفلسطين ومصر وإيران وتونس وليبيا، لكنه لم يشمل لبنان هذا النزال، غير أن لبنان يتحسب على صحة السلامة، وقد رتبت الإجراءات الأمنية في اجتماع مجلس الأمن المركزي في وزارة الداخلية بعد أنباء عن استهداف لعدد من المراكز الأمنية. كما شددت الإجراءات في محيط سجن رومية لدواع أمنية، وأكدت تصريحات كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية متانة الوضع. وقال الرئيس تمام سلام أن لا بيئة حاضنة للإرهاب محليا، وأضاف أن جاهزية الأجهزة تمكنت من استباق تحركات المجموعات الإرهابية وهذا يسجل لهم. وأعلن سلام للجزيرة أنه في ظل انتخاب رئيس للجمهورية فهناك وضع لا يشجع على إجراء الانتخابات النيابية، وهذا أول تصريح رسمي ينبئ بالتمديد. وزير الداخلية نهاد المشنوق يرأس اجتماع مجلسي ويتلقى هبة جمعية المصارف لدعم السجون. بحث مجلس الأمن المركزي في تفاصيل متابعة الخطة الأمنية وملحقة الشبكات الإرهابية. اللقاء الدوري الذي عقد في وزارة الداخلية أبقى قراراته السرية وفقا للقانون.
من ناحية ثانية، استقبل وزير الداخلية وفد جمعية المصارف اللبنانية الذي قدم شيكا مساهمة باسم الجمعية لدعم السجون، واعتبرها المشنوق أنها تأتي كجزء من مواجهة الإرهاب. الوضع الأمني متماسك، والعمليات الثلاثة اللي صاروا فشلوا رغم الأضرار اللي وقعت، ونحن مستمرين بالعمل ومستمرين بالمواجهة بدعم من كل اللبنانيين، كان بالمساعدة بالحل المرحلي لمسألة السجون في لبنان، وهي جزء من مواجهة الإرهاب اللي بيطال كل اللبنانيين واللي عم نخوض الآن نحن معركة فيه. نحن مع حل اجتماعي شامل لكل موظفين الدولة، لأن نحن بنعتبر أنه موظفين الدولة مغبونين ولازم تنحل مشكلتهم، ولكن تنحل مشكلتهم بطريقة عادلة وبتزامن بالإصلاحات اللي لازم تصير. وقدم المشنوق لرئيس الجمعية فرانسوا باسيل درعا تقديرية، وأزيح الستار عن لائحة الشرف بأسماء المساهمين لإعادة تأهيل السجون في لبنان. هيئة التنسيق تكرر دعوتها النواب إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتتهم المسؤولين بتفكيك الدولة لبناء داعشيات في لبنان. مجدداً عادت هيئة التنسيق النقابية إلى الشارع دفاعاً عن حقوق الموظفين والأجراء، وفي هذا الإطار نفذت الهيئة اعتصاماً أمام مبنى الضريبة على القيمة المضافة، جددت في خلاله الدعوة إلى أقفال الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والسرايا الحكومية في المحافظات كافة يومي الثلاثاء والأربعاء، بالتزامن مع استمرار مقاطعة أسس التصحيح للامتحانات الرسمية، ودعوا إلى التجمع الخميس في مراكز المحافظات. وهل قيمين من السياسيين هم يمارسوا سياسة تفكيك الدولة وشرزمتها وتقسيمها لبناء داعشيات في هذا البلد؟ مطلوب منكم أن تحزموا أمركم، لأنه في أكترية الكتل السياسية حتى تاريخه بعد ما أخذت قرار بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. المعتصمون انتقلوا إلى أمام مبنى مصلحة تسجيل السيارات في الدكويني، وكرروا دعوتهم النواب إلى أقرار السلسلة على قاعدة المساواة. في تسجيل صوتي منسوب إلى أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام بعد إعلان الخلافة وتعيينه أميراً، دعا أبو بكر البغدادي إلى الجهاد، ووجه التحية إلى العشائر السنية في العراق التي ساندت الدولة في ثورتها ضد حكم المالكي، ودعا العشائر السنية الموالية للحكومة ولواشنطن إلى التوبة. وأضاف البغدادي أن أمريكا رأس الكفر وحربها على المسلمين خاسرة، وأن المجاهدين أقسموا على أن يذيقوها المر أكثر مما أذاقها أسامة بن لادن. وليس من عمل في هذا الشهر الفضيل ولا في غيره أفضل من الجهاد في سبيل الله، فاغتنموا هذه الفرصة وسيروا على نهج سلفكم الصالح، انصروا دين الله بالجهاد في سبيل الله، فهبوا أيها المجاهدون في سبيل الله، أرهبوا أعداء الله وابتغوا الموت مضانة، فالدنيا زائلة فانية والآخرة دائمة باقية، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فيا أيها المجاهدون في سبيل الله، كونوا رهبان الليل فرسان النهار، أثلجوا صدور قوم مؤمنين، وأروا الطواغيت منكم ما يحذرون، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فالسلاح السلاح يا جنود الدولة، والنزال النزال، إياكم أن تغتروا أو تفتروا، واحذروا، فقد جاءتكم الدنيا راغمة، أركلوها بأرجلكم وطؤوها بأقدامكم ودعوها خلف ظهوركم، فما عند الله خير وأبقى. وإن أمة الإسلام ترقب جهادكم ونزالكم بأعين الأمل، وإن لكم في شتى بقاع الأرض إخوانا يسامون سوء العذاب، أعراضا تنتهك ودماء تراق وأسارى تئن وتستصرخ ويتامى وأرامل تشكو وثكالى تنوح ومساجد تدنس وحرمات تستباح وحقوقا مسلوبة مغتصبة في الصين والهند وفلسطين والصومال،
في جزيرة العرب والقوقاز والشام ومصر والعراق، في أندونيسيا وأفغانستان والفلبين، في الأحواز وإيران، في باكستان وتونس وليبيا والجزائر والمغرب، في الشرق والغرب. فالهمة الهمة يا جنود الدولة الإسلامية. أمام تمدد داعش في العراق، مساعدة سعودية بقيمة نصف مليار دولار للعراقيين. واشنطن ترسل 200 جندي إضافي، وطهران تحذر من تحويل العراق إلى أوكرانيا ثانية. في وقت يواجه فيه النواب ضغوطاً لتأليف حكومة جديدة ومواجهة مسلحي داعش، أرجى رئيس مجلس النواب العراقي مهدي الحافظ جلسة البرلمان العراقي إلى 8 تموز الجاري لعدم توافر النصاب القانوني في الجلسة الثانية، حيث كان مقرراً أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الجدد، إضافة إلى اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه ومحاولة الاتفاق على اسم رئيس الوزراء. من جهة ثانية وأمام الاجتياح الداعشي للمناطق العراقية، مبادرة سعودية كشف عنها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز تقضي بتقديم نصف مليار دولار كمساعدات إنسانية للشعب العراقي بقطع النظر عن انتماءاته. واشنطن من جهتها أعلنت أنها أرسلت دفعة جديدة من 200 جندي إلى العراق، على أن يتوجه 100 آخرون إلى بغداد في وقت لاحق. وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجنود سينتشرون في مبنى السفارة الأمريكية والمرافق التابعة لها ومطار بغداد الدولي. طهران من جهتها سارعت إلى إعلان استعدادها لتقديم السلاح إلى بغداد، وقال نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إن إيران لا تعتزم إرسال قوات إلى العراق، ولكن قد تزود بغداد أسلحة إذا طلب منها ذلك في إطار محاربة الإرهاب، ورأى أن الأحداث في العراق تسير وفقاً لخطة وضعتها الولايات المتحدة لتحويل البلاد إلى أوكرانيا ثانية. تنظيم داعش ينفذ استعراضا عسكريا في مدينة الرقة للأسلحة والآليات التي غنمها من العراق، والجيش السوري النظامي يعلن سيطرته الكاملة على القلمون. نفذ تنظيم الدولة الإسلامية عرضا عسكريا في مدينة الرقة لأسلحته وآلياته التي أحضرها من العراق، فبث ناشطون على شبكة الإنترنت صورا لرتل كبير يتألف من دبابات ومصفحات وعربات أمريكية الصنع تعود إلى الجيش العراقي بعدما استولى عليها تنظيم داعش ونقلها إلى الأراضي السورية. وكان لافتا وجود صاروخ يشبه من حيث الحجم والشكل صواريخ سكود روسية الصنع. ودخل الرتل من جسر الرشيد في مدينة الرقة وجال في شوارع المدينة بالتزامن مع تنفيذ مقاتلات الميج طلعات جوية عدة فوق الرقة من دون أن تتمكن من تنفيذ الغارات بسبب كثافة النيران التي واجهتها من قبل المضادات الأرضية الخاصة بالتنظيم. إلى ذلك أصدرت الهيئة الإعلامية لما يسمى جند الأقصى في تنظيم داعش ما قالت إنه الإصدار الأول من سلسلة هزيم الرعود، مؤكدة أنها هدية رمضان. وفي هذا الإصدار أناشيد تدعو إلى قتال ما وصفتهم بأحفاد اليهود. وفي خطوة منه لترويج كيانه الجديد، نشر تنظيم داعش صورا جديدة لملامح الحياة في ولاية حلب تحت حكمه. وقال المكتب الإعلامي لداعش في حلب في تقرير عبر الإنترنت إن ولاية حلب عادت إلى سلطان المسلمين وحكمت بالشريعة الإسلامية في حكم أمير المؤمنين أبي بكر البغدادي في ربيع عام 1435. وأوضح التقرير أن ولاية حلب تضم حاليا 5 محاكم، محكمتان منها رئيسة والأخرى فرعية، تحكم بشرع الله وتقيم الحدود، ويمر عليها 10 قضايا يوميا يقوم عليها كادر شرعي وإداري، إضافة إلى 10 مقار للحسبة، مشيرا إلى أنها تتولى واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجفف مصادر المنكرات، وتمنع المجاهرة بالمعاصي، وتحث المسلمين على الخيرات. وأشار إلى أن في حلب 11 مكتبا للدعوة يتولى الدعوة إلى الله، والثاني 22 معهدا شرعيا. ميدانيا أعلن الجيش السوري سيطرته الكاملة على منطقة القلمون، حيث عثر على 3 سيارات مفخخة، 2 تحملان لوحتين لبنانيتين، وعلى مخزن للأجهزة والأدوات الطبية ومشفى ميداني في وادي عين الحصين في جرود القلمون على الحدود السورية اللبنانية.
العملية بدأت بجرود العسال حتى الحدود اللبنانية، شريط لبناني مثل ما أنا شايفين، باتجاه أوكار الإرهابيين. هذا معسكر موجود فيه الإرهابيين، كان إرهابي جبهة النصرة، معسكر تفخيخ للسيارات المفخخة المرسلة باتجاه الأراضي السورية والأراضي اللبنانية. وفي محافظة إدلب قتل 14 شخصا وجرح أكثر من 50 آخرين من جراء قذف بالهاون استهدف مناطق سكنية وسوقا تجاريا في إدلب، واستهدفت القذائف أيضا مدرسة في المدينة. 30 غارة إسرائيلية على قطاع غزة تستهدف مراكز لحركتي حماس والجهاد، وهدم منزلين في الضفة لاتهام أصحابها بقتل المستوطنين 3. عشرات الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ومداهمات في الضفة الغربية، هكذا كان فجر الثلاثاء في الأراضي المحتلة. في غزة نحو 30 غارة جوية ترافقت مع قصف بري وبحري على مواقع تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي. القصف العنيف هذا جاء بعد العثور على جثث المستوطنين 3 في حفرة قرب بيت كاهل في الخليل. مصادر حماس والجهاد أكدت أن 17 موقعا تابعا لكتائب القسام وسرايا القدس تعرضت للقصف في خان يونس ورفح، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة. وقال ناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن 4 عمال أصيبوا بجروح مختلفة جراء الغارات. أما في الضفة الغربية فقد أدت عمليات الدهم الإسرائيلية إلى استشهاد فتى فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال. كما هدم الاحتلال منزلي المشتبه بهما الرئيسيين في عملية خطف الإسرائيليين عامر أبو عيشة ومروان القواسمي في الخليل، بينما أعلنت بلدة حلحول بأنها منطقة عسكرية مغلقة وتنفذ القوات الإسرائيلية عمليات تمشيط في المنطقة التي شهدت مواجهات. على خط السلطة الفلسطينية دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اجتماع عاجل وطارئ للقيادة الفلسطينية لبحث التطورات السياسية وتداعيات الأحداث الأخيرة. غزة التي تصارع الموت اليومية تبتدع شكلا جديدا من أشكال المقاومة وتنتج مسلسلها الذي يؤنسها في شهر رمضان. تقرير من القطاع لمندوبنا محمد المدهون. هذا واحد من جبات عسكرية إسرائيلية فوجئ الناس بمشاهدتها تسير في شوارع غزة قبل أن يتبينوا أنها تستخدم لتمثيل مشاهد من مسلسل، ويقول القائمون عليه إنه العمل الدرامي الأضخم فلسطينيا. هو مسلسل الروح الذي يتكون من 900 مشهد بواقع 30 حلقة تقوم على إنتاجه فضائية الأقصى ذراع مرئي لإعلام حركة حماس. المسلسل يغطي الحياة الاجتماعية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الانتفاضة الثانية التي شهدت عمليات نوعية للمقاومة انتقالا إلى الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وصولا إلى صفقة تبادل الأسرى عام 2011. كل هذه الحكايات والقصص الحقيقية التي حدثت لجسدها واقعا داخل هذا المسلسل. نتحدث عن معبر رفح والإدلال، نتحدث عن حاجز أبو هول، نتحدث عن الضفة الغربية وروح المقاومة داخل الضفة الغربية، نتحدث عن تشكيل المجموعات العسكرية. اسم المسلسل يشير إلى روح المقاومة التي دبت في جسد الشعب الفلسطيني لتمثل عنوان مرحلة كلفت الفلسطينيين أثمانا باهظة وشهدت إنجازات وطنية كبيرة ما زالوا يعيشون في خضمها. وبرغم إنتاجه من فضائية محسوبة على الحركة الإسلامية، إلا أنه حسب مخرجه يشمل إسهامات الحركة الوطنية الفلسطينية بمجملها دون توجيه حزبي أو فئوي. نحن نصنع من اللاشيء شيء على خصوص الخدع السينمائية والجرافيك أو إطلاق النار أو حتى على أداء الممثلين ولكوشينات التصوير، يعني كلها من اللاشيء. العمل يتمحور حول بطل رئيسي هو شاب غزي يريد تحرير خاله من سجون الاحتلال، فيقرر تنفيذ عملية أسر لجندي إسرائيلي ويلقى في سبيل ذلك دعم أسرته ورضاها على ما في ذلك من مخاطرة بحياته حتى يتحقق له في النهاية ما أراد. كتير فرق بين لما أنت تكون بتجسد إشي أنت شايفه عايشه مع أخواتك مع أصحابك، عايش في نص الحدث وتيجي تمثله للناس بالطريقة اللي أنت ترضى عنها، الطريقة اللي تحس إنها عن جد رسالة. هاي بحد ذاتها مقاومة مش إعلام بس.
بالكاد ترقى الإمكانيات المتاحة إلى الحد الأدنى الذي تتطلبه أعمال درامية مشابهة، هذا فضلا عن غياب الاحترافية في عمل الممثلين الذين يخوضون تجربة هي الأولى بالنسبة لمعظمهم. لكن منتجي المسلسل يراهنون على روح طاقمهم البشري الذي عاش أفراده القصة التي يمثلونها في تفاصيل حياتهم الحقيقية، وليس عليهم سوى أن يجيدوا محاكاتها. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. في الجزء الثالث والأخير من تحقيق الثورة والموسيقى لزميل جاد غصن، نظرة في أغاني الربيع العربي. منذ أواخر الثمانينيات غابت الثورات ومعها الكفاح والأغنية. انت التسعين سقط الاتحاد السوفيتي وسقط الأساس اللي هو مغزى كل هالفكر. بعد التسعين الحامل الأساسي للأغنية صار الشركات. بالسبعينات والثمانينات الحامل الأساسي للأغنية كانت الناس. وكان لابد من انتظار عقدين من الزمن ليعود الشعب لاعبا على الساحة السياسية العربية. في ثورات القرن الحادي والعشرين سقط الزعيم كالقوة القادرة على الحشد وتحريك الثورات، وذلك بفعل مواقع التواصل الاجتماعي. ثورات بقيادة جماعية قادتها حسابات مواقع فيسبوك وتويتر هي ضد الزعيم المستبد، ولكن هي مع ماذا؟ تتعدد الآراء في التقييم السياسي للربيع العربي، لكن الجامعة هو التقويم السلبي للفن المرافق لهذا الحراك. لا طبعا نحن بحالة انحدار هلأ، في ضياع بالتعبير الفني، هو ناتج عن الضياع بالرؤية بشكل عام. هيك فن بده بيلبق له هيك سيسي يعني، أو العكس يعني. لنسميها ثورة لازم يكون في اتجاه نوعا ما واضح، يعني الرؤية واضحة باتجاهها لوين بدنا نروح، مش بس شو بدنا ندمر أو شو بدنا نغير. نحن فرسان لنا الحلم مهود، إن دعا الداعي أجبنا للنداء. الشعب اللي بس هيك بيعرف يهدم تاريخه اللي يبلش يعمر من الصفر ما بحياته بيوصل لمطرح. نحن كتير شاطرين بهيدا الشيء بالموسيقى وبالهيدا، منجي وكل مرحلة بحاجة نحن كعرب نخترع لها بطلة، ما منعرف نعمل بطولة جماعية هيك انه بطل هاي المرحلة هو الشعب المصري مثلا. لا يدخل أحد في خطأ التعميم، حيث أفرز الحراك بعض الومضات اللافتة خصوصا في مصر كفرقة اسكندريلا ومصطفى سعيد ومحمد محسن. ثلاثتهم هن امتداد وما في حدا تغيير إلا هو امتداد بالنتيجة. بس بتصور اسكندريلا هن أكتر ناس عم بجربوا إذا بدك مش يشتغلوا على التقليد، تقليد مش بمعنى التقليد يعني التقليد الموسيقي يعني، بل إنه لقى ينطلقوا منه ليصنعوا هيك شيء مختلف شوي بالموسيقى. هو إحنا يعني علشان غلابة لا بتوع قراية ولا كتابة، بينما مصطفى لا تقليدي أكتر. وانا برايي ضروري يعني ضروريين الناس مثل مصطفى سعيد. يا ناس ما فيش حاكم الا من خيال محكوم، واللي حيقعد في بيته بعدها خاين. محمد انا سمعته بالاكثر عم بغني اغاني من سبقه، يعني ما فينا نقول انه هو تغييري، فينا نقول انه صوت جميل جدا، وان الاوان يمكن انه يبلش هيك يعمل شغله الخاص. يا شايل انكو على الكتاب، بننعي دمكم بهتاف وندعي لكم. ان كان هناك اي صحة في القول ان الثورة تولد من رحم الالحان، فلا شك أن الطريق أمام الربيع العربي لا تزال طويلة جدا. جاد غصن، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. كتلة المستقبل ترد على اقتراحات نائب ميشيل عون بشأن انتخاب رئيس الجمهورية. أن النقاشات بشأن التعديل الدستوري تتطلب وقتا طويلا
فيما البلاد الآن بحاجة لانتخاب رئيس جديد بأسرع وقت ممكن في ظل المتغيرات الخطيرة التي تعيشها المنطقة، لكي يكتمل عقد المؤسسات وتسهل مواجهة التطورات الراهنة والداهمة. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه خلال مرور دورية تابعة للجيش في محلة باب الرمل طرابلس فجر اليوم، انفجرت عبوة ناسفة زينتها 800 جرام من المواد المتفجرة، كانت موضوعة إلى جانب الطريق في علبة معدنية تحتوي على كمية من الكرات الحديدية، من دون تسجيل إصابات في الأرواح. وعلى الأثر فرض الجيش طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث. تخريج دورة تنشئة عسكرية ومسلكية وقانونية ل 150 مفتشا متمرنا في الأمن العام. احتفل معهد قوى الأمن الداخلي الوروار بتخريج دورة تنشئة عسكرية ومسلكية وقانونية ل 150 مفتشا متمرنا درجة ثانية من المديرية العامة للأمن العام، وذلك بدعوة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وفي حضور ممثلين عن كافة القادة الأمنيين في البلاد. نفذت هذه الأجهزة خلال أيام الماضية عمليات أمنية نوعية استهدفت الشبكات الإرهابية، فقدمت الشهداء وجنبت البلاد اعتداءات وشيكة. يا شباب الأمن العام، قدركم وقدرنا أن نسير على هذه الدرب، العلم فيها يقارع الإرهاب، بكم يتطور لبنان وبجرأتكم نعلي البنيان. نعم، لقد أصبح الأمن العام موئلا للإقدام بلا هوادة، سقفنا الوطن لكن سيفنا هو القلم أيضا، وبعد تخرجكم ستصبحون فرقة لها يركن الوطن. دليلكم لواءكم، رجل ملء عين الزمن. وفي ختام حفل التخرج أقيم عرض عسكري قتالي. يمين دور يضيان. خروج مشرف للجزائر، وإلى مزيد من أخبار المونديال مع علي حجازي. شكرا سمر وأهلا بكم. لم تكرر الجزائر فوزيها التاريخيين على ألمانيا الشرقية ثم الغربية، لكنها خسرت بشرف بهدف لهدفين بعد عرض مثير أمام ألمانيا الموحدة في ثمن نهائي المونديال. الجزائر خرجت مرفوعة الرأس وكسبت احترام القاسي والداني، فيما تعرض المنتخب الألماني لانتقادات جماعية. الصحافة الألمانية انتقدت منتخبها بقسوة، فتحدثت بيلد عن انتصار مرتجف ومعاناة. صحيفة فوكس عنونت أن ألمانيا المرتجفة وصلت إلى ربع النهائي، شبيغل هاجمت الأداء الألماني المتشنج ووصفت أداء محاربي الصحراء بالقتالي. صحيفة إكسبرس عنونت ليلة كابوسية ومرعبة ووصفت مجلة شتيرن أداء ألمانيا بالمحرج. الميرور الإنجليزية بدورها سخرت من الدفاع الألماني متسائلة عن المركز الحقيقي لحارس المرمى مانويل نوير، قائلة هل نوير مدافع أم حارس؟ الجوهرة الأرجنتينية مارادونا قال أن الجزائر أحكمت قبضتها على الألمان، والمدرب الألماني يواكيم لوف امتدح الجزائر وأقر بالمعاناة، فيما اعترف أندري شيرلي صاحب الهدف الألماني الأول بأن على فريقه تحسين صورته. قائد الجزائر مجيد بوغيرا أكد أن فريقه لم يهب الألمان وأنه خاطر من أجل الفوز، وقال عبد المؤمن جابو مسجل هدف الجزائر: هذه المباراة بداية المطاف من أجل مستقبل أفضل. إلى لقطة اليوم، ولقطتان هما الأجمل وليس واحدة. الأولى للجزائري ياسين إبراهيمي بعدما تعرض لشد الشورت من الألماني فيليب لام، والثانية هي للبوسني فاهيد هاليلوزيتش مدرب الجزائر باكيا بعد انتهاء المباراة. دانيال عاشق لنجم البرازيل دافيد لويز كان يحلم بلقائه. تمكن دانيال خلال إحدى التدريبات من تجاوز الإجراءات الأمنية، ولما أدرك أنه نجح في الوصول بالقرب من لويز أجهش بالبكاء، فترك الأخير التمارين واحتضن الولد وتكلم معه وخلع فانيلته وقدمه إليها مع توقيعه عليها.
إلي مشجع أمريكي جاء إلى ساو باولو وحيدا لحضور افتتاح المونديال وفي حوزته تذكرتين. خلال تجواله توقف أمام منزل حيث عائلة في أجواء فرح ورقص، فتمت دعوته للمشاركة والنتيجة أنه أصبح صديقا حميما لأحد أفرادها وهو موزع بريد، فقدم له التذكرة الحلم كونه لا يملك ثمنها ودعاه لمرافقته إلى الافتتاح، وهكذا كان. وفي هذه الأثناء تلعب الأرجنتين مع سويسرا فيما تلتقي الليلة الولايات المتحدة مع بلجيكا، فما هي أهمية هذا اللقاء؟ البداية ستكون مع بلجيكا والتي تأهلت بتسع نقاط كاملة وتلقى مرماها هدفا واحدا في ثلاث مباريات. بلجيكا حلت رابعة في مونديال 86 وباستثناء ذلك لم تتجاوز ثمن النهائي أبدا. أما الولايات المتحدة فتأهلت بصعوبة بفوز تعادل وخسارة. الولايات المتحدة هزمت بلجيكا بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء المونديالي الوحيد الذي جمع المنتخبين قبل 84 عاما. في المحصلة هل يواصل البلجيك أدائهم المتحفظ المنظم والذكي وصولا إلى ربع النهائي أم يضع الأمريكيون حدا لمسيرة تصفيات ونهائيات ناجحة؟ إذن عند 11 ليلا تلعب الولايات المتحدة مع بلجيكا في ختام الدور ثمن النهائي للمونديال. عودة إلى سمر لمتابعة نشرة الأخبار. شكرا لزميل علي حجازي. دشح حلاق أمريكي في الجمع بين فني الرسم وقص الشعر، ولم يكتفي بوب بذلك إذ أضفى على فنه الجديد نفحة رياضية استوحاها من كأس العالم لهذا العام في البرازيل بحسب ما يظهره الفيديو. ويرسم بوب بفضل موهبته نجوم كرة القدم المشاركين في تصفيات المونديال على مؤخر رأس الزبون، فيبدو وكأنه يحمل وجها آخر يرافقه دائما. فصل إعلاني قصير. نحييكم من جديد ونواصل تقديم النشرة. عين الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود مستشارا ومبعوثا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى منصبه أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير. وتقلب بندر في مناصب عدة، فكان سفيرا في واشنطن ورئيسا للاستخبارات السعودية قبل أن يعفى من منصبه بناء على طلبه. وبندر هو ابن شقيق الملك عبد الله، أما الأمير خالد بن بندر فهو نجل الشقيق الثاني للملك وليس ابن بندر. وقد صدر أمر ملكي قضى بتعيين الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيسا للاستخبارات العامة بمرتبة وزير، وهو الذي كان يشغل قبل هذا التعيين منصب نائب لوزير الدفاع السعودي بعدما قضى نحو سنة أميرا على منطقة الرياض بعدما كان قائدا للقوات البرية السعودية ورأس اللجنة العسكرية السعودية الروسية أو للفروسية. وتشير سيرة الأمير خالد إلى أنه رجل ذو كفاءة وانفتاح. أوقفت فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية الفرنسية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ وبتهم الكسب غير المشروع، وعلى رأسها ملفات التمويل الليبي. وتستمر فترة احتجاز ساركوزي 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بهدف حصول المحققين على معلومات حول القضية التي شغلت الرأي العام. رئيس سابق لاحقته لعنة رئيس مخلوع وميت، علما أن القذافي كان قد كشف أسرار ساركوزي لدى بدء الثورة الليبية وتخلي العالم عنه. ونشرت صحيفة ديلي تيليغراف في حينه أن رئيس فرنسا تلقى نحو 65 مليون دولار من العقيد الليبي وجرى تحويل المبلغ باسم شقيقه، فيما قال سيف الإسلام القذافي إن على ساركوزي أن يرد المبلغ، وأضاف لقد مولناه ولدينا كافة التفاصيل ونحن على استعداد لكشفها. وهذا تذكير بأبرز العناوين. كان في النشرة الأمن في الداخلية وخارجها. الوضع الأمني متماسك والعمليات الثلاثة اللي صاروا فشلوا. هيئة التنسيق للساسة. وهل قيمين من السياسيين هم يمارسون سياسة تفكيك الدولة وشرزمتها وتعصيمها لبناء داعشيات في هذا البلد. شعب غزة في مقابل ثلاثة مستوطنين. غنائم العراق في الرقة على وقع هزيم الرعود. لعنة القذافي تعتقل ساركوزي. دار دار زنقة زنقة فرد فرد.
وكان في الخاص الثورة لم تصعد السلم الموسيقي. نحن فرسان لنا الحلم موت، إن دعا الداعي أجبنا للنداء. وكان في النشرة مسلسل الروح من اللحم الحي. نحن نصنع من اللا شيء شيء على خصوص الخدعة السينمائية والجرافيك أو إطلاق النار. كان هذا كل شيء حتى الساعة، شكراً للمتابعة. موعدنا يتجدد في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على الموعد.